هلا مهند ليش ما جاب رفيقته حضرت الفيلم معنا؟ شو بيعرفني؟ حسيت انه مو حابب يعرفها على حدا منا. طيب انت شو رايك؟ رايي بشو؟ باللي قلته. مهند وهي سمرة يلي بعرفه انهم هن رفقات مو اكتر. بظن العلاقة اقوى لانه لما حاكته راح لعندها ركض، واخوه كمان اتصل فيه، بركي هو اللي محتاجه، ما بنعرف. هن ناويين يشتغلوا سوا، بجوز مشان هيك راح. ايه بجوز. كانوا الفيلم كان حلو كتير. بكرة في عندي شغل كتير لهيك ما طولت، قلت برتاح وبفيق بكرة متنشطة. المهم انك انبسطتي. شو عملت بغيابي؟ اشتغلت شوي بهدول الصور. ها؟ هدول مو صور جميلة؟ كمان جايب صور خالي كوثر. المرة ما قصرت معنا، قلت بروز لياهم. مزوق. يسلموا ايديك يا حبيبتي. تفضل بابا. شكرا. حلوة كتير. اي مزبوط كلامك. كم سنة إلكن؟ كيف؟ ما فهمت. قصدي كم سنة إلكن جيران انت وكوثر خانو؟ شي 3 سنين ونص تقريبا. غلط انه الواحد يخبي مشاعره وما يكون واضح مع الشخص اللي قباله ويقعد يبني احلام لحاله. ممكن يكون عم يضيع وقت، او يكون الطرف الثاني ما بيعرف بالقصة ومو منتبه، أو بحب حدا تاني. هيك شي كتير بيصير بالأفلام، ومثل ما بتعرف بيسموه الحب من طرف واحد، والممثلين بيقعدوا يبكوا ويعانوا. كلامك مزبوط. الإنسان لازم يكون صريح. إذا بتحب حدا عن جد لازم تروح وتقله. شو ما كانت النتائج لازم تعمل هالخطوة. حط ببالك إنه ممكن ترفض، بس ضروري تعرف رأيك، هيك ما بتضيع وقتك على الفاضي. الوهم أحسن، خليني عم أحلم. إذا رفضت وقتها بخسر كل أحلامي. على فكرة أنا مو متشائمة بنوم، إيه لو دورت قد ما دورت ما بتلاقي مثلك. نصيحة مني قوي قلبك. لك أنت كيف جريتيني لهالسيرة؟ عندك بنت عفريتة شاقة الأرض. رح أقوم غير ثيابي. طيب.